ده ان شاء الله مراجعه شامله لشرح المنهج كله. عندي هنا اول حاجه بيتكلم على البلانت. البلانت النبات محتاج ايه؟ نيد يعني محتاج. النبات محتاج سان لايت، ومحتاج كربون دايوكسيد، ومحتاج ووتر اند نيوتريانت. لازم اعرف كل حاجه يجيبها منين. الووتر هيجيبها من الصويا، والاير الكربون دايوكسيد هيجيبه من الاير، والسان لايت هيجيبه من الصن. طيب لو قال لي كلمه صويل اختار روت، الروت يبقى صويل. طيب امال مين اللي بياخد السان لايت ومين بياخد الكربون دايوكسيد؟ الليف، الورق. طب ليه الليف بتعمل كده؟ هقول له الليف عندها استوماتا بتاخد الكربون دايوكسيد. بعد كده بيقول لي ايه البارتس اوف بلانت، ايه اجزاء النبات؟ هقول له روت وستيم وليف وفلاور. ايه فايده كل واحد؟ الروت ابسورب ووتر فروم ذا سويل، الليف بيحصل جواها الفوتوسينثيس بروسيس ابسورب كربون دايوكسيد اند سان لايت. طب امال الستيم؟ الستيم ترانسبورت ووتر فروم روت تو اذر بارت. بالنسبه للفلاور، الفلاور فايدتها عمليه الريبرودكشن، التكاثر. يبقى لو قال لي ريبرودكشن يبقى فلاور. طب الفلاور بتطلع ايه؟ بتطلع سيد. طب بالنسبه للبلانت والانيمال، احنا الاثنين سواء بلانت او انيمال نيد ووتر. احنا الاثنين محتاجين ووتر، محتاجين نيوتريانت. طيب البلانت محتاج ايه احنا مش محتاجينه؟ البلانت محتاج كربون دايوكسيد واحنا لا. طيب هنا بيقول لي حاجه مهمه جدا، بيقول لي البلانت لما يعمل عمليه الفوتوسينثيس بروسيس بيطلع ايه؟ هقول له شوجر. يبقى لو قال لي ايه نوع الفود، لو قال لي فود بتاع البلانت، اكل النبات بيطلع غذاء اسمه شوجر. طيب وبيطلع ايه تاني؟ اوكسجين جاز. طيب هعرفها ازاي دي؟ اول ما الاقي كلمه بروديوس ينتج، لو لقينا بروديوس اكسجين وشوجر، لو لقينا بروديوس اكسجين وشوجر. طيب الكلام ده بيحصل جوه الليفز، والبروسيس اسمها ايه؟ فوتوسينثيس بروسيس. يبقى لو لقينا بلانت وبروسيس فوتوسينثيس بروسيس. طب لو قال لي نيو بلانت يبقى ريبرودكشن، عمليه انتاج نبات جديد ريبرودكشن. طب ولو لقينا سيد جيرمينيشن، هنا بيقول لي مين الفود بتاع النبات اسمه جلوكوز شوجر. يبقى النبات محتاج ايه؟ دول اسمهم بيزك نيد. كلمه بيزك نيد يعني احتياج اساسي، محتاج سان لايت ومحتاج ووتر ومحتاج ايه؟ هل محتاج فورست؟ لا. محتاج شوجر؟ لا، ده هو اللي بيطلع شوجر. محتاج اكسجين؟ لا. محتاج كام؟ سان لايت كربون دايوكسيد. بعد كده ده كده ليسون 1 خلاص. ليسون 2 بيتكلم على الجيرمينيشن. اول ما الاقي كلمه سيد يبقى جيرمينيشن، ناخد تعريف عشان جاي في الامتحان. لو لقينا سيد جيرمينيشن سبروتس اند جرو، لو لقينا كلمه سبروتس اند جرو جيرمينيشن. طيب يبقى كده انا حطيت النبات في المره في الورق المناديل البيبر تاون، ومره في الصويا. في البدايه الاثنين ناموا زي بعض، يبقى عشان كده بقول ان السويل نوت بيزك نيد، السويل مش احتياج رئيسي. ليه؟ في سام بلانت تو جرو ان ووتر، في نباتات بتنمو على الميه، يبقى السويل مش بيزك نيد. امال مين بيزك نيد؟ سان لايت كربون دايوكسيد ووتر. طيب في البدايه النبات مش محتاج لسويل، لكن في النهايه لازم يحتاج ايه؟ لسويل. السؤال هيجي ازاي في الامتحان؟ لو لقينا كلمه سيلز، اول ما الاقي كلمه سيدز يبقى جيرمينيشن، لو لقينا سيد جيرمينيشن. طيب في البدايه الانيشال، انيشال يعني البدايه، هما الاثنين زي بعض، لكن بعد وقت لازم محتاج لسيد. ايه بعد كده تعريف عمليه الفوتوسينثيس بروسيس؟ هقول له بروسيس بلانت ميك اون فود، جرين بلانت ميك اون فود. بتحصل فيها عمليه الفوتوسينثيس جوه الليف. الورقه بتجمع ايه؟ هقول له الليف كولكت سان لايت اند كربون دايوكسيد. الورقه بتجمع السان لايت والكربون دايوكسيد. طيب هي وجود السان لايت مهم في ايه؟ قال لك السان لايت بيخلي الكربون دايوكسيد والووتر يعملوا انتر اكت، يتفاعلوا مع بعض. يبقى مين بيوصل للورقه؟ اللي بيوصل للورقه الليف، الليف اللي هي الورقه
يوصل لها كربون دايوكسيد ويوصل لها ووتر، والسنلايت يخليهم يتفاعلوا مع بعض، لما يتفاعلوا يطلعوا لي اكسجين وشوجر. يبقى النبات بروديوس اكسجين وشوجر، يبقى محتاج سان لايت وكربون دايوكسيد ووتر ويطلع اكسجين ووتر. في الاكسجين وشوجر، السان لايت بيزك نيد، لكن السويل نوت بيزك نيد. كده لسه تخلص. بعد كده اتكلم على البارت اوف بلانت، اجزاء النبات. اول جزء شبك في السويل اسمه روت. ايه فايده الروت؟ هقول له فيكس بلانت از سويل، يعني بيثبت النبات في التربه، ابزورب ووتر اند نيوتريانت فروم ذا سويل. ودايما لو لقينا سويل يبقى روت، يبقى فيكس بلانت ابزورب. نيجي بعد كده على الستم. الستم دي يا دوب ترانسبورت ووتر، تنقل الميه من الروت لباقي البلانت تو ليف. طب ليه الستم بينقل الميه؟ عشان جواه انبوبه لبيب اسمها زايلم. يبقى الروت الستم جواه انبوبه اسمها زايلم. ايه فايده الستم الثانيه؟ سبورت بلانت. طيب ايه فايده، ايه انواع الستم؟ وطبعا ده سؤال من الامتحانات كلها. اول نوع اسمه وود ستم. الوود ده موجود فين؟ ترانك والشرب، اللي هي الجذوع الشجر والاعشاب الصغيره اللي هي الشجر الصغير. وود ستم ترانك شرب. طيب ابرايت، ابرايت يعني الصاج دي واقفه مكانها. هقول له الابرايت فلاور، يعني الصاج واقفه يبقى فلاور. كلايمب، مين الصاج اللي بتتسلق؟ هقول له فاين او جريب اللي هو العنب. تيوبر، تيوبر يعني اندر جراوند، تيوبر يعني درانات. مين الدرانات اللي تحت الارض؟ اندر جراوند بوتيتوز. اخر نوع رانر، رانر يعني بيجري فوق الارض. مين الرانر؟ هقول له هي بس كلمه رانر، اباف ذا ايبس. يبقى انا عندي خمس انواع، وود ستيم ترانك شرب، وود ستيم ترانك شرب، برايت فلاور، كلايم جريب او فاين، اندر جراوند تيوبر بوتيتو، اباف ذا ايرث رانر. بعد كده اهميه الليف، الورقه الليف هي اللي بيحصل جواها الفوتوسينثيس بروسس. ليه؟ أدار الليفز دي جواها مادة اسمها كلوروفيل، عشان كده البلانت لونه جرين. الكلوروفيل ابزورب سان لايت تو ميك اون فود. طيب كده عندها كلوروفيل ابزورب سان لايت. طب ازاي عملت ابزورب للكربون دايوكسيد؟ جواها حاجة اسمها ستوماتا، وإن شاء الله مليون في المية بيجي في الامتحان تعريف الاستوماتا. إيه تعريف الاستوماتا؟ الاستوماتا ألاقي كلمتين بورس او هولز. لو قال لي تايني بورس، ثقوب صغيره موجوده في الليف، يبقى استومات. اعرف ازاي كلمه استوماتا؟ لو قال لي جاز وليف، مين الغاز بيدخل؟ الجاز بيدخل ازاي جوه الورقه؟ عن طريق الاستوماتا. يبقى بورس الاو جاز تو موف، بورس الاو جاز تو موف. يبقى الليف بتدخل السان لايت عشان عندها كلوروفيل. طب وبتدخل الكربون دايوكسيد عشان عندها استوماتا. ايه تعريف الاستوماتا؟ هولز ان ذا ليف الاو جاز تو موف. طب عندي كام ورقه؟ ورقتين بس، نوعين، نارو ليف زي الباين تري الورقه الرفيعه، او وايد ليف يا نارو يا وايد. طب مين بينقل، مين اللي بينقل الميه؟ هقول له الروت بياخد من السويل. مين بياخد من الروت؟ الزايل. طب مين بيدخل الورقه؟ سمولر فيزل اوف زايلم. اللي بياخد من السويل روت، اللي بياخد من الروت زايلم، اللي بيدخل جوه الليفز هقول سمولر فيزل اوف زايلم. يبقى عمليه الفوتوسينثيس بروسيس بندخل السان لايت والكربون دايوكسيد والووتر ويكونوا لي جلوكوز شوجر واكسجين. يبقى لازم اعرف بيكون ايه، بروديوز يعني ينتج، طبعا لازم هتيجي بينتج ايه؟ هقول له اكسجين وجلوكوز شوجر. طب مين هينقل لي الاكل اللي اتعمل في الورقه؟ الليف عملت فود اسمه جلوكوز، عايزه انقله واغذي باقي النبات. عندي اوعيه اسمها فلويل، يبقى في تيوب ثانيه اسمها فلويل. الفلويل بينقل الفود من الليف للاذر بارت. يبقى انا لو النبات لقينا كلمه تيوب، عندي اثنين تيوب، الزايلم ترانسبورت ووتر فروم روت تو ليف، الفلويم ترانسبورت فود
from leaf to other bone. يبقى لو لقينا تيوب يا زايلم يا فلويد. هنا جايب تجربه، حط ميه فيها كلر وحط نبات، ابص الاقي الورق نفسه بقى متلون، هقول له ليه؟ عشان الووتر اتنقلت من الروت للستيم للليف. يبقى السؤال هيجي لي ايه؟ وات هابن؟ يو بوت كلر تو ذا ووتر ان بلانت. لو عندي بلانت واحنا حطينا في الووتر كلر، هقول له الليف هتبقى كلرد، الورقه هيبقى ملون. بعد كده ابتدى في ليسون 4 يقارن ما بين البلانت والانيمال. البلانت ميك فود، لكن الهيومن كانت ميك اون فود. طب لو البلانت عايز انرجي، يجيب الانرجي من الفوتوسينثيس بروسس، من السن لايت. طب احنا لو عايزين انرجي لازم حاجتين يدوني انرجي، الفود والاكسجين. يبقى احنا محتاجين فود واكسجين، لكن النبات محتاج سن لايت. طب ازاي الهواء بيدخل هنا وهنا؟ البلانت الهواء بيدخل عن طريق استوماتا. يبقى لو لقينا جاز وبلانت يبقى استوماتا. طب الهيومن الهواء هيدخل عن طريق الماوس او النوز. طب بعد كده اتكلم على السيركيولاتري سيستم. الانسان عنده جهاز اسمه سيركيولاتري سيستم، والنبات عنده جهاز اسمه ترانسبورت سيستم. ايه فايده الهيومن سيركيولاتري سيستم؟ السيركيولاتري سيستم الجهاز الدوري اللي هو القلب والدم، فايدتهم بالعربي ينقلوا لي الاكسجين والغذاء للجسم كله. بالانجلش بقى ترانسبورت نيوتريانت اند اوكسجين تو اول بادي. بيتكون منين السيركيولاتري سيستم؟ يتكون من جزئين، هارت وبلاد فيزل، يعني قلب واوعيه دمويه. طب البلاد فيزل كم نوع؟ ثلاث انواع. فيزل يعني ثلاث انواع، ايه الانواع؟ ارتريس فينز بلاد كابيلرز. ارتري يعني الشرايين، فين يعني الاورده، بلاد كابيلرز الشعيرات الصغيره اللي محدش شايفها، اللي لو بصيت في عين حد الاقي شعيرات صغيره. نبدا بقى بالهارت. القلب بتاعنا متكون من فور شامبر، اربع حجرات، في اتنين فوق اسمهم اتريا واتنين تحت اسمهم فنتريكال. ايه فايده الهارت؟ بامب بلاد تو اول بادي، يضخ الدم للجسم كله. يبقى الهارت فور شامبر اتريا فنتريكال، اتريا فنتريكال، بامب بلاد تو اول بادي. طب ايه الفرق بين الارتر والفين؟ وطبعا مليون في الميه بيجي في الامتحان. اعرف ازاي الفرق؟ الارتري الاقي كلمه اكسجين، وفروم هارت ادور جنب كلمه هارت في ايه؟ لو في روم هارت يبقى ارتري. طب امال الفين؟ الاقي كلمه كربون دايوكسيد في كلمه هارت، تو هارت، في روم هارت ارتري، تو هارت يبقى فين. طب امال البلاد كابيلاريز دي ايه؟ تايني بلاد فيزل، اوعيه صغننه خالص، يبقى بلاد كابيلاريز. البلاد كابيلاريز اتضافت السنه دي جديد في المنهج، فممكن تيجي مليون في الميه. لو قال لي تايني بلاد فيزل، مين الشعيرات الصغيره؟ بلاد كابيلاريز. طيب البلاد لازم يمشي وان دايركشن، يمشي في اتجاه واحد. طب الترانسبورت سيستم بالنسبه للنبات، لو قال لي مين السيستم اللي جوه البلانت؟ ترانسبورت سيستم عباره عن حاجتين، زايلم وفلويد. ايه الفرق بين الاثنين؟ الزايلم ترانسبورت ووتر، لو لقينا ترانسبورت ووتر يبقى زايلم، ترانسبورت فود يبقى فلويد. الاثنين عكس بعض، الزايلم من الروت للليف، الفلويم من الليف للروت، وهما الاثنين ماشيين وان واي. لو لقينا سيستم وبلانت ترانسبورت سيستم. من اهم اسئله الكومبليت اللي بتيجي، عمليه الفوتوسينثيس بروسس بتحول طاقه ايه لطاقه ايه؟ بتاخد اللايت انرجي وتحولها لكيميكال انرجي. يبقى النبات بيحول من لايت الكيميكال. بعد كده اتكلم عن ريبرودكشن. كلمة ريبرودكشن يعني نيو بلانت. أول ما الاقي كلمة نيو بلانت ريبرودكشن. مين المسؤول عن الريبرودكشن؟ الفلاور. هي الفلاور بتطلع ايه؟ سيد. يبقى كل الجزء ده مهم جدا. لو نيو بلانت ريبرودكشن، مين بيعمل ريبرودكشن؟ الفلاور. الفلاور بروديوز مين؟ سيد. واداني شكل الصن فلاور. السن فلاور عندها سيز لونها بلاك، موجوده في السنتر في المركز. طبعا موضوع السيد ديسبيرسل يعني انتشار البذور
ده السؤال اللي جاي في المحافظات كلها، جاي في اغلب المحافظات يقول لي اتكلم عنه. ايه طرق السيد ديسبرسل؟ كلمة سيد ديسبرسل يعني البذور بتنتشر ازاي؟ اقول له اول نوع فلوت اون ووتر زي الكوكونات، باي ويند، اللي بينتشر بالويند عشان هو لايت. هيجي لي كيف ريزو ليه بينتشر بالويند؟ عشان هو لايت خفيف، يبقى باي ووتر كوكونات، باي ويند ميبل وداند لاين. طيب ستيك تو انيمال، اللي بيلزق في جسم الحيوانات، هقول له بر. طب ليه بيلزق؟ هقول له عشان عنده سباين. اللي عنده سباين ستيك تو انيمال. اخر نوع ايتن باي انيمال، اللي بيتاكل من الحيوانات، ابل توميتو. يبقى لو قال لي سيد ديسبرسل، هل السيد ديسبرسل كلها زي بعض؟ هقول له لا، فلوت اون ووتر كوكونات، باي وين ميبل وداند لاين، ستيك تو انيمال بيرث، ايتن باي انيمال، ابل توميتو. كده احنا خلصنا كونسبت 1-1، هنبدا في 1-2. كونسبت 1-2 بيتكلم على الايكو سيستم، يعني البيئه، البيئه اللي احنا عايشين فيها. اي ايكو سيستم فيها ليفنج اورجانيزم ونون ليفنج ثينج، كائنات حيه وحاجات مش حيه. طيب يعني ايه ايكو سيستم؟ اريا او كوميونتي بيوفر لي الليفنج اورجانيزم انتراكت، يعني الحيوانات كلها بتتفاعل مع بعض. يبقى في الامتحان لو لينا اريا او كوميونتي ايكو سيستم، اريا او كوميونتي ايكو سيستم. طيب الانرجي فلو فروم بلانت تو انيمال اند اذر اورجانيزم، الطاقه بتتنقل من كائن للتاني، كل ما واحد ياكل واحد الطاقه بتروح من الحيوان اللي بتاكل للحيوان اللي اكل، دي اسمها انرجي فلو. بعد كده ابتدى يتكلم على الهوك، هو كده مدي مساحه كبيره للدرس بتاع الهوك، فممكن يجي عليه اسئله كتير. اول حاجه هقول له الهوك ده بياكل السنيك والمايس والفيش والبيض. دونت ايت بلانت، لو هيموت مش هياكل زرع. بيعتمد على الانيمال بس ياكل حيوانات صغيره. طيب هنا الهوك مين بياكل الهوك؟ هقول له ينفع ايجل وينفع هوك اصحابه يتلموا عليه وياكلوا. طيب بعد كده بيتكلم كل حيوان بياكل ايه؟ الاكزامبل دي مهمه علينا. الكراكل كاب بتاكل، الكراكل بياكل رابت. طب والبيرد بتاكل وول، والرابت بياكل جراس. طيب كل الكائنات كده. في بقى سؤال من اسئله الجيف ريزون المهمه بيقول لي there is a relationship between sunlight and energy، في علاقه ما بين السان لايت والانرجي؟ هقول له طبعا. هقول له بيكون energy get originally from the sun، الطاقه اصلا جايه من السن. هقول له energy originally get from the sun، كل انواع الطاقه جايه من السن. ليسون 2 في الكونسبت 1-2 بيتكلم على ازاي اجيب انرجي. الهيومن والانيمال يقدروا يجيبوا الانرجي عن طريق الفود والاكسجين، بجيب الانرجي من الفود والاكسجين. طب جيف ريزون ليه محتاجين انرجي؟ قال لك تو دو اول اكتيفيتي، عشان اعمل كل الانشطه اللي وراه. طب في اكتيفيتي محتاجه الوت اوف انرجي زي الاكسرسايز، وفي اكتيفيتي محتاجه سمول انرجي زي سليب، واحنا نايمين محتاجين طاقه قليله. مين برايمري سورس؟ مصدر الطاقه الرئيسي هو الصن. هقول له ات از ذا مين سورس اوف انرجي، او برايمري سورس اوف انرجي، او اوريجينال اوف انرجي، مصدر الطاقه. هنا بيقول لي البلانت بيعمل الانر الفود بتاعه بالفوتوسينثيس بروسيس، بيحول من لايت لكيميكال، وبيكون بروديوس شوجر اند اوكسجين. كده الانرجي مشيت من الصن لاول ليفنج اورجانيزم، راحت من الشمس لباقي الكائنات الحيه. الليفنج اورجانيزم اللي بيعملوا اكلهم بنفسهم اسمهم بروديوسر. يبقى انا كده لو جالي في الامتحان كلمه اورجانيزم كائنات حيه قدامي ثلاث اختيارات: بروديوسر، كونسيومر، ديكومبوزر. كلمه بروديوسر يعني اورجانيزم ميك اون فود باي فوتوسينثيس بروسس، زي البلانت والالجي والمايكرو اورجانيزم. يبقى لو قال لي مين بروديوسر؟ اي بلانت، حتى لو قال لي تري شجره، ما الشجره بلانت، بلانت او الجي او مايكرو اورجانيزم، كل ده بروديوسر.
طيب هنا بيقول لي كونسيومر، كلمة كونسيومر يعني كانت ميكول فود، فمضطر ياكل غيره. طب يعني ايه كونسيومر؟ هقول له ليفينج اورجانيزم كانت ميكول فود، ايت اذر، بياكل غيره. طب ايه انواع الكونسيومر؟ لو لقينا في الامتحان كلمة كونسيومر يا برايمري كونسيومر يا سكندري يا تيرشري. ايه الفرق بين البرايمري والسكندري والتيرشري؟ برايمري انيمال ايت بلانت، الحيوان اللي بياكل نبات اسمه برايمري زي الانسكت. طب امال السكندري؟ انيمال ايت برايمري زي البيرد. طب امال التيرشري؟ انيمال ايت سكندري. نحفظها ازاي؟ لو لقينا كونسيومر يا برايمري يا سكندري يا تيرشري، ايت بروديوسر يبقى برايمري، ايت برايمري سكندري، ايت سكندري تيرشري. دايما التيرشري بتكون كائنات مفترسه. امال الديكمبوزر بيعملوا ايه؟ الديكمبوزر بياكلوا الديد اورجانيزم بس. هقول له الديكمبوزر ديكمبوزيشن اور ديكاينج ديد اورجانيزم. اعرف في الامتحان ان هو عايز كلمه ديكمبوزر لما الاقي كلمه ايه؟ ديكاي او ديد، ديكاي او ديد ديكمبوزر. قال لك الديكمبوزر دي بنفيت مفيده. طب ليه؟ هقول له بتعمل ريسايكلينج للنيوترينت، بتعمل اعاده تدوير لايه؟ للنيوترينت. بتاخد جثه الميت وتحولها لنيوترينت، عناصر غذائيه. يبقى انا كلمه ديكمبوزر لو لقيت ايه يبقى ديكمبوزر؟ نيوترينت، ريسايكل، ديد، ديكي. يبقى كده ديكمبوزر زي مين؟ بكتيريا وفنجات. طب ومين تاني؟ قال لك الورم والميل بيدز، دي الميل بيدز. الورم والميل بيد اللي هي الدوده اللي هي ذات الالف قدم يعني. الورم والميل بيدز بعتبرهم برضو ديكمبوزر. يبقى انا عندي كام ديكمبوزر؟ بكتيريا، فانجاي، وورم، ميل بيدز. بكتيريا، فانجاي، وورم، ميل بيدز. هي دول مهمين ولا لا؟ قال لك بيدوا السويل نيوتريانت، بيدوا السويل غذاء، لان بيحول الجثه لنيوتريانت. بعد كده ابتدى في جزء مهم جدا بيجي عليه مسائل، الفود شين، يعني السلسله الغذائيه. يعني ايه فود شين؟ موديل يعني نموذج، شو انرجي فروم ليفينج اورجانيزم تو انذر. موديل شو وان ليفينج اورجانيزم تو انذر، يبقى دي اسمها فود شين. فود شين يعني موديل شو وان ريليشن شيب، اللي تديني علاقه غذائيه واحده اسمها فود شين. اي فود شين لازم تبتدي ببروديوسر، اهو لازم تبتدي بالبروديوسر. مين اللي بياكل البروديوسر؟ برايمري كونسيومر. مين اللي بياكل البرايمري؟ سكندري كونسيومر. مين بياكل السكندري؟ تيرشري كونسيومر. فاينل في النهايه لازم ننتهي بدي كومبوزر، يبقى يبتدي ببروديوسر وفاينل دي كومبوزر. ستارت مع بروديوسر والفاينل دي كومبوزر. طيب بنقول كده ان الانرجي بتمشي فلو، بتروح من واحد للتاني، بتروح من البراين للبريدتور. ايه الفرق بين البريدتور والبراي؟ ودي من التعريفات اللي بتجي لنا واحنا بنغلط فيها. لو قال لي الكائن المفترس اسمه بريدتور والضعيف اسمه براي. لو قال لي هانت بريدتور، هانتد يبقى براي. لو قال لي ايت يبقى بريدتور، ايتن يبقى براي. هانت يبقى بريدتور، هانتد يبقى براي. ايت يبقى بريدتور، ايتن يبقى براي. اللي بتاكل هو البري. طب ممكن واحد بريدتور يبقى براي لحد؟ اه ممكن. حيوان التعبان بياكل الفار، هو كده بريدتور للفار. لكن التعبان ممكن الهوك ياكله، يعني انا بفترس حد ممكن حد يفترسني، يبقى البريدتور ممكن يبقى براي. هنا بيقول لي جيف ريزون في ليسون 3، ليفنج اورجانيزم اوبتين انرجي باي ايتنج اذر. ليه الكائنات بتجيب طاقه لما تاكل غيرها؟ هقول له عشان هما كانت جيت انرجي فروم ذا سن، او كانت ميك اون فود باي فوتوسينثيس بروسس، مش بيقدر يعمل اكل. دي اسمها فود شين. بعد كده هيقول لي ايه تعريف الفود ويب؟ سلسله واحده بس بسميها فود شين، كذا سلاسل شابكه في بعض اسمها فود ويب. ايه بقى تعريف الفود ويب؟ موديل شو سيفرال فود شين. يبقى لو موديل شو وان يبقى فود شين، ميني يبقى فود ويب. سلسلة واحدة فود شين، سلاسل كتيرة شابكة في بعض يبقى فود ويب. علاقة غذائية واحدة فود شين، كذا فود شين يبقى فود ويب.
كل الكائنات الحية بتعمل انتر اكشن، بتتفاعل مع بعض عشان تجيب انرجي. طب المهم بقى نبدأ بعد كده كونسبت 1 3. كونسبت 1 3 كله بيتكلم على المارين فود شين والحاجات دي. هنا بيقول لي لو انا عندي بركه ميه وسبناها في الحر، هقول له الووتر ايفابوريت، الميه تتبخر. يبقى لو عندي سمول ليك، بركه صغيره، الووتر ايفابوريت. طب هنا بنقول ان الانرجي برضه بتروح من البروديوسر للكونسيومر. نبدا بقى نتكلم هنا. في بقى حاجه مهمه جدا جدا جدا، بيقول لك اللي بيبوظ البيئه، اللي بيعمل تلوث للبيئه، هيومن اكتيفيتي ووتر بوليوشن. طب ايه اللي الانسان بيعمله لو لقينا هيومن اكتيفيتي اوفر فيشنج؟ هيومن اكتيفيتي اوفر فيشنج، هيومن اكتيفيتي اوفر فيشنج. بعد كده ابتدى يتكلم عن بالو ايلاند، في جزيره اسمها جزيره بالو. الناس كلها قعدت تعمل اكتيفيتي، انشطه تو كيب ذا مارين اورجانيزم، عشان تحافظ على البيئه. هقول له ما عملوا ايه؟ قال لك افويد ثروينج ويست، ما رموش زباله في البحر، ومنعوا الاوفر فيشنج، ما خلوش الصيد يقل، الصيد زيادة. بعد كده عندنا الجدول ده فيه اربعه لقطات هابل لازم يجي منهم واحد. ايه اللي يحصل لو نزلت جنتل رين، مطر خفيف؟ هقول له ايكو سيستم امبروف، البيئه تتحسن. لو جنتل رين ايكو سيستم امبروف. طب لو نزل هيفي رين؟ قال لك لو نزل هيفي رين مطر تقيل يعمل فلودنج، فيضان، ايكو سيستم هارم، والبيئه تتضرر. يبقى لو جنتل رين ايكو سيستم امبروف، طب لو هيفي رين ايكو سيستم هارم ويعمل فلود، فيضان. بعد كده بيتكلم طب لو حصل دراوت، كلمة دراوت يعني جفاف، لو حصل دراوت ايكو سيستم ديسترويد، البيئة تتدمر خالص. All animals die، كلمة دراوت يعني جفاف. رابع نوع بيقول لك لو عندي كذا توب بريدتور وفي الامتحان لو لقينا توب بريدتور. طب لو في توب بريدتور يعني كائنات مفترسة كتير، عندي اسود كتيرة، حصان وحش كتير، حمار وحش كتير، ايه اللي يحصل؟ قال لك لو التوب بريدتور بقوا موجودين فود ويب هار، فود ويب طيب يبقى في الامتحان لو لقينا كلمة توب يبقى توب بريدتور. زي مين توب بريدتور؟ تايجر، لايون، شارك، موجودين على التوب اوف فود شين، يعني اعلى حاجة في المارين. ايه بقى الفود ويب اللي في المارين؟ مارين يعني حاجات بحرية. نبدأ أول حاجة الألجي، يبقى الألجي دي الوحيدة البروديوسر هي والمايكرو أورجانيزم في النبات. مين بياكل الالجي؟ ممكن اللي ياكل الالجي يا اما كليم اللي هي الصدفه، او زو بلانكتون، او سي ارشن. اللي بياكل الالجي كليم او زو بلانكتون او سي ارشن. طب مين بياكل الكليم؟ سي ستار. مين بياكل السي ستار؟ شارك. طب مين بياكل الزو بلانكتون؟ كورال. طيب ومين بياكل الكورال؟ يا باتر فلاي فيش، يا ترايجر فيش، يا بارود فيش. مين الوحيد اللي بياكل السي ارشن؟ البارود فيش. يبقى انا اقدر اقول مين الالجي بروديوسر، مين برايمري كونسيومر في الميه؟ هقول له سي ارشن وزو بلانكتون وكليم. طب مين توب بريدتور؟ طبعا الشارك. طب لو قال لي ايه اللي يحصل؟ وات هابن لو قول الالجي داي، لو كل الالجي داي، هقول له ليفنج اورجانيزم ويل داي، كلهم هيموتوا. الايكو سيستم البيئه بتدينا ايه؟ هقول له الايكو سيستم بتديني ووتر، فود، شيلتر، مكان انام فيه. بيجيب لي كده في الامتحان ويطلب مني مين بروديوسر ومين كونسيومر. ليسون 2 في كونسبت 1 3 بيتكلم على وين ذا بريدتور فيد اون براي. لما البريدتور بياكل براي، الانرجي بتروح من البراي للبريدتور. بريدتور يعني مفترس، وبري يعني ضعيف، يبقى الانرجي راحت من البري للبريدتور. طيب مين اللي بينقل الانرجي؟ قال لك الديكومبوزر، موست انرجي، اغلب الطاقه اللي بينقلها لي في التربه تاني او ينقلها للبيئه هو الديكومبوزر. الديكومبوزر بيعمل ريسايكلينج ويحول الجثه لنيوتريانت. في سؤالين مهمين جدا في الوتر،
ايه اللي يحصل للرابت لو كل الجراس ريموف؟ اول ما يقول لي حصل حاجه زي كده هقول له يا اما موف تو انذر بليس او دار، هروح مكان تاني او هموت. طب ايه اللي يحصل للايجل لو كل الجراس مات؟ هقول له ات ذا فيرست نوت افكت، في البدايه مش هيتاثر، هو مش بياكل جراس، لكن فاينالي هو نيد جراس، فاينالي هي ديدنت كانت جيت فود. باقي الليسون بيتكلم على تعريف مهم جدا جدا اسمه بوبيوليشن. كلمه بوبيوليشن يعني عدد، نمبر. يبقى لو لقينا نمبر بوبيوليت، طب لو قال لي نمبر انكريز او نمبر ديكريز يبقى بوبيوليشن تشينج، بس لازم عدد وان سبيشيز، فصيله واحده. لو لقينا نمبر بوبيوليشن، نمبر انكريز او نمبر ديكريز بوبيوليشن تشينج. بعد كده اتكلم عن مايكرو اورجانيزم. بنقول ان الميه على سطح الميه من فوق في كائنات صغيره اسمها مايكرو اورجانيزم، هقول له دي كانت سين باي اي، ما اقدرش اشوفها بعيني، دي ميك اون فود. يبقى المايكرو اورجانيزم والالجي بروديوسر جوه الميه، بيعملوا اكلهم بنفسهم. طب بس في مشكله، دول بيحبوا الكولد ووتر، مين بياكل المايكرو اورجانيزم؟ السمول فيش. طب ايه اللي يحصل لو الحراره بقت اعلى؟ اول ما التمبريتشر انكريز المايكرو اورجانيزم يا اما موف تو انذر بليس يا اما. بعد كده بيتكلم على السي بيرد. كلمه سي بيرد، الطيور دي بتبني النست بتاعها على الماونتن، بتبني العش بتاعها فوق الجبل. طيب بتاكل ايه دي؟ قال لك السي بيرد بياكل السمول فيش اللي بياكل المايكرو اورجانيزم. يبقى لو قال لي مين فلاينج، اول ما يقول لي مين فلاينج بيطير سي بيرد، مين الفلاينج اللي بيبني النست بتاعه؟ سي بيرد. بياكل ايه؟ سمول فيش، والسمول فيش بتاكل المايكرو اورجانيزم. المايكرو اورجانيزم بتحب الكولد ووتر، ولو الميه بقيت وارم موف تو انذر بليس ارض. طب في جزء مهم جدا في الوطن ليسون 3 بيتكلم عن هابيتات لوس. كلمه هابيتات لوس يعني فقدت البيئه اللي انا عايش فيها. طب ازاي فقدت البيئة؟ لو واحد بيلدينج لو بنى مباني كتيرة، أو ثروينج ويست رمى زبالة في المية، أو أوفر فيشنج. وطبعا لو لقينا هيومن أكتيفيتي أوفر فيشنج، زي مين؟ هيبدأ يتكلم على الكورال ريف. الكورال ريف ده مش كائن حي، ده إيكو سيستم، يبقى الكورال ريف إيكو سيستم. طب دي مهمة لمين؟ It is provides food and shelter for the fish، مصدر للأكل وبيت للسمك، وكمان مهمه لمين؟ للتوريزم السياحي. في ناس سياح بييجوا يتفرجوا على الكورال ريف، يبقى الكورال ريف مش انيمال، ده ايكو سيستم مهمه للفيش والتوريزم للسياحه. طب ايه بقى اللي بيحصل؟ ايه الفرق بين الكورال ريف والكورال؟ الكورال ريف ده مكان اسمه كورال ريف، امال في حيوان عايش فيه اسمه حيوان الكورال. طيب الكورال ده انيمال بيعيش في الكورال ريف. في ظاهره بقى مهمه جدا 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 اسمها كورال بليتشنج. يعني ايه كورال بليتشنج؟ قال لك اول ما الميه تبقى فيري وارم، ميه سخنه جدا، تبدا الكورال جيت ريد اوف الجز، تتخلص من الطحالب اللي فوق ظهرها. الطحالب اللي فوق ظهرها هي اللي مخليها ملونه. اول ما الحراره تبقى وارم جيت ريد اوف الج، اول ما تتخلص من الالج يبقى لونها بقى وايت. العملية دي اسمها كورال بليتشنج. طب كورال بليتشنج يعني الكائنات الحية نوت سرفايف، الكائنات اللي بتعتمد عليها هتموت. يبقى هيقول لي وقبل تمبريتشر انكريز للكورال، لو الحرارة زادت في الكورال هقول له جيت ريد اوف الجي تشينج انتو وايت. جيت ريد اوف الجي، جيت ريد اوف الجي تشينج انتو وايت. طب لو جالي ساينتفك تيرم وفي كلمة كورال وايت يبقى اسمها كورال بليتشنج، كورال وايت كورال بليتشنج. بعد كده بيتكلم على البلاستيك، التلوث بالبلاستيك. بنقول ان البلاستيك تاثيره هارم ضار، وخصوصا على مين؟ التيرتل. لو قال لي السي تيرتل بتعمل ايه؟ قال لك السي تيرتل ما بتقدرش تعمل ديفرنشيت، يعني تميز ما بين الجيلي فيش والبلاستيك. ومهمه الجمله قوي، اسمها
في ترتل ما بتعرفش تعمل ديفرنشيت ما بين البلاستيك وما بين الريل فود، فبتضطر تاكله. طب والبلاستيك ده حلو ولا وحش؟ قال لك البلاستيك ده توكسيك اند شارب. يبقى اول واحد بيتضرر من البلاستيك السي ترتل، ما بتعرفش تميز ما بين الجيري فيش والبلاستيك. طب وبعد كده الكوره اللي ممكن تتضرر؟ البلاستيك بيتحول لحاجه صغيره اسمها مايكرو بلاستيك، تبدا الكوره فلتر ذا ووتر، كل اللي بيتلون ده من الحاجات اللي بتيجي في الامتحانات. الكورال فلتر ذا ووتر، تفلتر الميه تصفيها وتاكل المايكرو بلاستيك. طب والمايكرو بلاستيك لما يدخل لها هارم يضرها ليه؟ قال لك البلاستيك توكسيك اند شار، سام ومسمم. يبقى الانسان لازم يعمل ايه؟ يعمل ريسايكل البلاستيك، يعني يعمل اعاده تدوير للبلاستيك بدل ما يرميه في الميه. يبقى انا عندي الجزء المهم اللي بياكل البلاستيك سي ترتل، بتفتكرها جيلي فيش. طب والكوره اللي ممكن تاكل بلاستيك؟ بتاكل المايكرو بلاستيك. طب والبلاستيك ضار ليه؟ توكسيك اند شارب. اعمل ايه للبلاستيك؟ اعمل له ليسون 4 بيتكلم على هابيتات ريستوريشن، يعني عمليه اصلاح البيئه. زي ما البني ادم وسخ البيئه وخلاها اتلوثت، لازم يعمل لها ريستوريشن، اعاده اصلاح. كلمه هابيتات بس لو لقينا بروجكت كورال ريف ريهابيتيشن بروجكت، كورال ريف ريهابيتيشن بروجكت. طيب في حاجه مهمه جدا جدا جدا، تعريف النيرسري. العلماء عملوا مكان يكبروا فيه الكورال اسمه نيرسري، اريا ان ذا سي تيك كير اوف كورال، منطقه بتعتني بالكورال. يبقى لو لقينا بروجكت كورال ريف ريهابيتيشن بروجكت، لو لقينا اريا ان ذا سي من المنطقه اللي جوه البحر نيرس، المنطقه اللي جوه البحر اسمها نيرس. طيب مصر قالت او مصر بتحاول تعمل مشروع اسمه زيرو بلاستيك. كلمه زيرو بلاستيك يعني مش هيستعمل البلاستيك بنسبه 100%. كلمه زيرو بلاستيك يعني نو بلاستيك. استعمل ايه بدل البلاستيك؟ ممكن وود وممكن ميتال، اي حاجه غير البلاستيك. زيرو بلاستيك. نقدر نختصر الدرس ده ونقول لو لقينا كلمة habit returning habitat يبقى habitat restoration، returning habitat habitat restoration. لو لقينا area in the sea near 3، area in the sea near 3. لو لقينا project coral reef rehabilitation. نبدأ مراجعة unit 2. يونت 2 كونسبت 1 بيتكلم في الاول كده على الماتر والانرجي. بيبتدي في الاول يقول لي في ماده اسمها سوليد وليكويد وجاز. سوليد يعني ماده صلبه، ليكويد يعني سايله زي الميه والزيت، جاز يعني حاجه زي الووتر فيبر، حاجه ما اعرفش امسكها. طيب انا ممكن اوصف اي ماده واقول لك كلر، لونها، تكستشر، ملمسها، هاردنس، قوتها، تمبريتشر، كل دي اسمها بروبرتي، صفات. مهم قوي نبدا من اول تعريف. كلمه ماتر يعني اني ثينج ذات هاز ماس اند تيك ا سبيس، اني ثينج هاز ماس اند تيك ا سبيس. كلمه سبيس يعني فوليوم. والله زعلت. يبقى لو لقينا اني ثينج يبقى ماتر، لو لقينا سبيس يبقى فوليوم. اني ثينج يبقى ماتر، سبيس يبقى فوليوم. بعد كده بيقول لي عندي كام ستيت اوف ماتر. كلمه ستيت يعني حاله. في حاجه اسمها سوليد وليكويد وجاز. الايس سوليد، الووتر ليكويد، الستيم او الووتر فيبر ده جاز، يبقى ممكن سوليد او ليكويد.
طيب لو حطينا السوليد من كونتينر للتاني، كلمة كونتينر يعني وعاء أو كوباية، السوليد لما أحطه من كونتينر للتاني الشيب فيكسد والفوليوم فيكسد، يبقى السوليد ديفينيت فوليوم ديفينيت شيب، شكل ثابت وحجم ثابت. طب بالنسبة للليكويد، لما أحط الليكويد من كوباية للتانية شكله ياخد نفس شكل الكوباية، لكن حجمه ما بيزيدش ولا بيقل. لو حطيت حبة مية قليلين في كوباية كبيرة، هل المية توسع وتملى الكوباية؟ لا، يبقى الليكويد ديفينيت فوليوم انديفينيت. الليكويد الشيب يتغير لكن الفوليوم لا، يبقى بقول على الليكويد ديفينيت فوليوم نوت ديفينيت شيب. السوليد ديفينيت فوليوم ديفينيت شيب، الليكويد ديفينيت فوليوم انديفينيت شيب. الجهاز لو انا حطيت كوبايه كبيره الهواء ياخد حجم الكوبايه وشكل الكوبايه، كوبايه صغيره الهواء اللي جوه ياخد حجم الكوبايه وشكل الكوبايه، يبقى الجهاز indefinite volume indefinite shape، ونحفظها عشان نجيب ريزو. لو لقينا solid definite volume definite shape، لو لقينا liquid definite volume indefinite shape، لو لقينا gas indefinite volume. طيب مين بقى لو قال لي مين تيك ذا شيب اوف كونتينر، مين اللي بياخد شكل الكونتينر؟ هقول له الليكويد والجاز. تيك ذا شيب يعني بياخد الشكل. مين اللي تيك ذا شيب اوف كونتينر؟ يبقى ليكويد وجاز. مين اللي دونت تيك ذا شيب؟ افهم لنفسي، كلمه دونت تيك يعني مش بياخد شكل الكوبايه، السوليد بس. يبقى لو قال لي مين نوت تيك ذا شيب؟ السوليد. مين تيك ذا شيب؟ ليكويد والجاز. وده هيجي لي في الجيف ريزون. طب بيقول لي في جازز كانت بي سين، انا مش شايف الجاز بس اقدر اشوف الافكت بتاعها ازاي؟ لو البالون بيحصل لها بتبقى بلو، لو عملنا لها بلو تبقى لارج، يبقى عرفت ان حجم البالونه زاد لما نفخت فيها. في جزء مهم جدا بيقول لي all matter made of particle، كل المواد بتتكون من حاجه اسمها particle، جزيئات. يبقى لو قال لي الماتر كونسيست اوف ايه؟ بارتكل، وده من اهم حاجه بتيجي في الكونسبت كله، الماتر جواه بارتكل. طيب البارتكل لازم تبقى كونتينيوس موشن، في حاله حركه مستمره، اي بارتكل بتتحرك زي البرفان لو سبته انتشر في كل حته. طيب في حاجات موجوده حوالينا بس مش شايفينها بعينينا اسمها جيرمس، الجيرمس دي ميد اوف بارتكل. بعد كده في مقارنه ما بين السوليد والليكويد، لما اقارن بين السوليد والليكويد والجاز هقول له السوليد البارتكل فيري كلوز، قريبه من بعض، يبقى لو جاب لي في الامتحان من فيري كلوز هقول له سوليد فيري كلوز. ليس انرجي، عنده طاقه قليله، موف فايبريت، يتحرك حركته فايبريت بس، يبقى هقول له هنا فيري كلوز، ليس انرجي، موف فايبريت. طب بالنسبه للشيب والفوليوم، ديفينيت فوليوم ديفينيت شيب. طب الليكويد كل حاجة نص نص في الليكويد، عنده مور سبيس، عنده مور انرجي، مور فري. طب الجاز عنده a lot of space، مسافات كتير، a lot of energy، move very freely، يتحرك بحرية أكتر. طب بالنسبة للفوليوم والشيب هقول له indefinite volume indefinite shape. بعد كده عندي الميجرمنت أو الميجرنج، أدوات القياس. طبعا الجزء ده مهم جدا، بيقول لي اللينس بقيسه بايه؟ اللينس ينفع رولر وينفع ميجرنج تيب. الماس ينفع اقيسه بالبالانس او السكيل، كلمه بالانس هي سكيل. التمبريتشر بقيسها بالثرمومتر. طب والفوليوم بقيسه بالميجرنج كاب. طب في بعد كده بيقول لي خد بالك ان اللايت والساوند مش ماتر، امال اللايت والساوند دول انرجي عشان ما لهمش ماس ولا ليهم سبيس، يبقى لايت وساوند انرجي نوت ماتر. وطبعا السؤال بيجي لي في الصح والغلط، الساوند واللايت انرجي. عندنا بعد كده قلنا تعريف البارتكل، بيلدينج يونت اوف ماتر، اي ماده متكونه من بارتكل، يبقى البارتكل بقول عليها بيلدينج يونت اوف ماتر. عايز اشوف البارتكل ممكن استعمل النورمال ميكروسكوب عشان اشوف سام بارتكل، لكن لو قال لي مين بيفحص البلاد؟ الكترونيك الكترون مايكروسكوب. يبقى لو قال لي شفت بعض البارتكل نورمال ميكروسكوب، لكن عايز اشوف في البلاد سيل يبقى الكترون مايكروسكوب. طب السوليد كيب ذا شيب، بيحافظ على شكله،
vibrate close together. قلناها قبل كده. الليكويد faster than solid، اسرع من السوليد. وعنده ميزه مهمه جدا جدا في الليكويد، ان البارتكل سلايد اوفر ايتش اذر، البارتكل بتزحلق فوق بعض، عشان كده تيك ذا شيب اوف كونتينر، بتاخد شكل الكوبايه. الجاز فيري كويكلي. طيب بعد كده بيقول لي لو انا سبت ايس في الشمس يحصل له عمليه ميلتنج. طب ولو سبنا الميه في الشمس يحصل لها ايفابوريشن. لو عملنا موديل، حبينا نعمل موديل يعني نموذج، ممكن بكور البينج بونج. البينج بونج، الكور البينج بونج عايزه ممكن استعملها عشان اعمل موديل للسوليد والليكويد والجاز. بعد كده بيتكلم على الالكترون ميكروسكوب، دي هي اللي ممكن تشوف كرات الدم الحمراء. طيب بيقول لي ايه اللي يحصل، وات هابن يو بلو بالون. لو نفخنا في بالون هقول له البارتكل موف كويكلي اند انفليت، تتنفخ اكتر. طب لو عملنا سكويز للبالونه، سكويز يعني عصرناها، هقول له بيكام سمولر، هتبقى اصغر. البارتكل المسافات بينهم بيكام سمولر اند ويل بوب، ممكن البالونه تفرق. بعد كده ابتدى يقول لي ايه تعريف الموديل. موديل يعني نموذج بعمله، يبقى كلمة موديل يعني كوبي سيميلر تو ريل، يعني حاجة شبه الحقيقة بالظبط. أنا بعمل موديل ليه؟ عشان يسهل الدراسة عليا. كوبي سيميلر تو ريل. طيب أنا عندي كام موديل؟ موديل للحاجات البيج زي الجلوب والسولار سيستم. كلمة جلوب يعني كرة أرضية، يبقى الجلوب دي اللي هي الكرة الأرضية بتوريني الشيب أوف إيرث وتوريني الكونتريز الدول. طيب وايه تاني؟ والسولار سيستم بتوريني البلانيت كلهم. يبقى انا عندي في موديل بعملها للحاجات البيج زي الجلوب والسولار سيستم. لو جاب لي في الامتحان كلمه موديل وبول، مين الموديل اللي شبه البول؟ هقول له جلوب. طيب ايه تاني؟ في موديل للحاجه الصغيره زي الجرم، بعمل موديل للجراثيم، يبقى موديل للحاجه الصغيره زي الجيرمز. طيب ممكن يقول لي موديل هاو ذا ثينج وورك، زي الحاجة شغالة، زي الموديل بتاع الفولكانو والموديل بتاع الايربلين. أعرف إزاي في الامتحان كلمة فولكانو ألاقي كلمة إيربشن؟ لو لقينا إيربشن فولكان. بعد كده لو عملنا موديل للسوليد والليكويد والجاز هلاقي إن السوليد شكله ريجولار، منظم. ريجولار أو أورجنايزد. الليكويد يبقى لو قال لي مين اللي شكله اورجنايزد يبقى سوليد، مين اللي شكله راندوم عشوائي ليكويد، مين اللي نوت اورجنايزد ات اول جاز. يبقى انا احفظها كده، السوليد ريجولار او اورجنايزد، الليكويد راندوم، الجاز نوت اورجنايزد ات اول. يبقى لو انا رسمت عملت موديل انا بالبينج بونج، عملت الكور دي، السوليد شكله ريجولار، الليكويد random، الجاز not organized at all، مش منظم خالص. الجزء ده مش مهم عندنا كده، احنا خلصنا الكونسبت. بعد كده بنبدا كونسبت 2. بيتكلم هنا، بيقول ادوات القياس، انا بقيس الماس بالبالانس، بقيس اللينس بالرولر او التاب او التيب يعني، بقيس التمبريتشر بالثرمومتر. طيب بيقول لي انواع الروف، السقف، الديزرت، السقف اللي في الديزرت معمول من البروك او سترونج ستون، ليه؟ تو بروتيك. يبقى لازم البيوت اللي في الديزرت تبقى معموله من الستون، ليه من الحجاره؟ هقول له تو بروتكت فروم داست. طب والبيوت اللي في الكولد لازم تكون معموله من السيراميك، تو بروتكت فروم رين، تحميني من المطر. طب والبيوت اللي في الرين فورست معموله من الليف والستكس، يعني الورق والعصيان، ليه؟ to protect from animal. البيوت في الديزرت فلات، يعني السطح متساوي، لكن البيوت اللي في البولر، البيوت اللي في البولر والرين فورست معموله سلانتد، سلانتد يعني مايله. بعد كده بيقول لي نوع الماتيريال، نوع الماده اللي بعمل بيها الروف ليها علاقه بالكلايمت، بالمناخ، جو برد استعمل ايه، جو حر استعمل ايه. بعد كده جاب لي شوجر وصولت وفلاور وحاجة النون، وابتدى يشوفهم. أول حاجة لقينا كلهم الفرق بينهم التيست، كلهم نفس الكلر، الفرق التيست. طب والسميل مختلفة، يبقى كل المواد بقدر أعرفها عن طريق الكلر
والتكستشر والتيست. طيب نلاقي الشوجر لارج كريستال حبيبات كبيره، والسولت سمول كريستال، والفيري فاين هو الفلاور. كلمه ميكشر يعني حطيت حاجتين مع بعض ما تفعلوش مع بعض، نوت كومباين كيميكالي، يبقى ده اسمه ميكشر. زي الكالر والتكستشر والاودر، كل دي اسمها فيزيكال بروبرتي، صفات خارجيه. يبقى الفيزيكال الفيزيكال بروبرتي زي الكالر اودر شيب تكستشر. وطبعا هيجي لي الفرق بين كيميكال والفيزيكال. كلمه فيزيكال يعني صفات اقدر اعرفها بالسنس الحواس، امال الكيميكال اقدر اعرفها لما تعمل انتراكشن تتفاعل مع حد. يبقى الصفات الفيزيكال نقدر نعمل لها ديتكت بالفايف سنسز، زي الكالر اللون اعرفه بعيني، السميل اعرفها بالنوز، يبقى اعرفها بالفايف سنسز. الكيميكال بروبرتس ما تتعرفش غير لما تتفاعل مع حد، زي مين؟ زي الحاجه لما يحصل لها بير، اي حاجه تتحرق يبقى حصل انتر رياكشن مع الفاير، حصل لها بير وتحولت لاش، او ممكن الحاجه يحصل لها راستنج. وبعد كده اداني فرق بين تعريف الفوليوم وتعريف الماس. الفوليوم سبيس، الماس اماونت. لو لقينا اماونت يبقى ماس، لو اداني سبيس يبقى فوليوم. مهم جدا جدا وحدات القياس، بقيس كل حاجه بايه؟ الماس جرام وكيلو جرام، والفوليوم اربع حاجات، لتر ملي لتر كيوبيك سنتيمتر كيوبيك متر. اعرفه ازاي في الامتحان؟ الكيوبيك لازم يكتب لي عليها 3، لو عليها 3 يبقى فوليوم، يبقى لتر ملي لتر كيوبيك سنتيمتر كيوبيك. ولازم اكون عارف ان ال1 لتر قد ال1 كيلو جرام، وال1 جرام قد ال1 بيبر كليب. امال التمبريتشر بتعرفني الحاجه هوت ولا كولد؟ يبقى لو قال لي مين الصفه اللي بتعرفني هوت او كولد يبقى تمبريتشر. والتمبريتشر تعرفها ايه؟ بنقيس هاو كويكلي اوف بارتكل، كل ما الحاجه سخنها السبيد انكريز، ابردها السبيد ديكريز، كل ما الحراره تزيد. بعد كده عمل تجربه ولازم يعرف مين اللي اتراكتد تو ماجنت. انا عندي مين بيتشد للماجنت؟ ايرون نيكل كوبالت واي ماده ثانيه نوت اتراكت. طب ولازم اكون عارفه مين فلوت ومين سينك. مين اللي فلوت على الووتر اللي بيعوم فوق في سطح الميه؟ ينفع الاويل وينفع الكورك وينفع الوود، كل ده فلوت. طب مين سينك؟ هقول له ايرون نيل سينك. طيب يبقى انا لو انا جبت ورقه ورحت غيرت الشيب بتاعها، الماس نوت تشينج. لو غيرنا الشيب الماس نوت تشينج. طب لو غيرنا السايز الماس تشينج. سهله جدا، جبت تفاحه وزنها 200 جرام قطعتها نصين يبقى كل واحد هيبقى 100 جرام. لو غيرنا الشكل الماس ما يتغيرش، لكن لو غيرنا السايز الماس يتغير. يبقى الشيب يتغير الماس ما يتغيرش. في جزء مهم في الحته دي في التجربه دي، ان الايكوال ماس نوت ايكوال فوليوم. لو عندي مادتين مختلفين والاثنين دول موجودين على نفس الميزان نفس الوزن اهو، بس ده فوليوم مختلف عن ده. طب وممكن حاجتين نفس الفوليوم زي الرسمه دي، مكعب حديد ومكعب خشب، الاقي الحديد اتقل. يبقى الايكوال ماس ديفرنت فوليوم، والايكوال فوليوم ديفرنت ماس. هيجي لي السؤال بعد كده في ليسون 4 بيتكلم على الهيليوم، والهيليوم مالي كل الامتحانات. ماله الهيليوم؟ الهيليوم عنده صفات فيزيكال وصفات كيميكال. مين الصفات الفيزيكال بتاعت الهيليوم؟ هقول له لايتر ذان اير. هيقول لي جيف ريزون ليه البالونه بملاها بالهيليوم لايتر ذان اير. الهيليوم بنملى بيه البالون والبلمب، بلمب يعني المنطاد، ليه بملى بيه البالون والبلمب؟ هقول له لايتر ذان اير. طب ايه الصفات الكيميكال بتاعته؟ هقول له نوت فليمابل نوت بويزنس، ولا سام ولا بيفرقع، عشان كده هو سيف امن. يبقى بملى بيه البالون والبلم، ده كده فايده الهيليوم. بعد كده اتكلم على الكبر، النحاس. كبر يعني نحاس. الكبر بعمل منه الواير اسلاك الكهرباء، وبعمل منه الكوكينج بانس. لو قال لي الكوكينج بانس والالكتريك واير مصنوع من الكبر، طب ليه؟ جود كوندكتور اوف هيت
good conductor of electricity. بعد كده اتكلم على الجدول ده مال الامتحانات. ستيل، كلمة ستيل يعني صلب. الستيل بنعمل منه ايه؟ الهامر. ليه؟ هارد اند سترونج. ستيل هارد اند سترونج. الجلاس ترانسبيرنت شفاف. طب والرابر المطاط؟ هقول له ووتر بروف وفليكسبل مرن. اخر كونسبت عندنا اللي هو كونسبت 2 3 بيتكلم بقى فيه على انواع التشينج. انا عندي فيه اربعه تشينج بيحصلوا: ميلتنج، ايفابوريشن، كوندنسيشن، فريزنج. عايزين نحفظهم اغنيه عشان ايه تبقى ثابته في دماغنا. ميلتنج سوليد ليكويد، ايفابوريشن ليكويد جاز، كوندنسيشن جاز ليكويد، فريزنج ليكويد سوليد. ميلتنج سوليد ليكويد، ايفابوريشن ليكويد جاز، كوندنسيشن جاز ليكويد، فريزنج ليكويد سوليد. لازم الميلتنج والايفابوريشن باي هيتنج. الميلتنج والايفابوريشن بعمل لهم هيتنج، والكوندنسيشن والفريزنج بعمل لهم كولينج. اي حاجه سخنها الثيرمال انرجي تزيد والمسافات اللي بينهم تقل. المسافات قصدي تزيد. يبقى الماده لما سخنها من سوليد تبقى ليكويد، من ليكويد تبقى جاز. كلمه ميلتنج يعني من سوليد لليكويد، هقول له temperature increase and move increase، السرعه تزيد. طيب الفريزنج، الفريزنج temperature decrease and it change into solid. لازم اكون عارف اقل من زيرو يبقى الميه تتحول لايس، اكتر من 100 تبقى ووتر فيبر. طب من زيرو ل 100 تبقى ليكويد، اقل من زيرو سوليد تلج، اكتر من 100 ووتر فيبر، ما بين زيرو ل 100 يبقى ليكويد. الميلتنج عكس الفريزنج. هيقول لي مين ريفرس ميلتنج؟ ريفرس يعني عكس، عكس الميلتنج فريزنج. طب اي حاجه من دول ميلتنج، ايفابوريشن، كوندنسيشن، فريزنج، كل ده اسمه فيزيكال تشينج. يعني كلمه فيزيكال تشينج، it change in matter without a change in structure. It change in matter without a change in structure. اي جيف ريزون يقول لي ليه الكلمه دي فيزيكال؟ هقول له الماده اتغيرت لكن تركيبها ما اتغيرش. It change in matter without a change in structure. امال الكيميكال change؟ It change in structure. يبقى الفيزيكال without a change in structure. كلمة physical change يعني المادة شكلها بس يتغير. تلج بقى مية، هل طعمه اتغير؟ هل اتحول لحاجة تاني؟ يبقى ده تغيير physical يعني في الشكل بس. أمال التغيير الكيميكال؟ بحول المادة لمادة جديدة تاني. زي مين؟ يبقى أنا الفيزيكال احنا عرفنا أشكاله. إيه بقى كلمة melting وفريزنج احنا قلناهم؟ الميلتنج gain energy move fast، الفريزنج loss energy move slow، الميلتنج عكس الفريزنج، الايفابوريشن من ليكويد لجاز gain energy move fast، الكوندنسيشن من جاز لليكويد loss energy move slow. اول ما امشي من السوليد للليكويد والجاز بعمل هيتنج، لو مشيت العكس يبقى بعمل. بعد كده ليسون 3 بيتكلم على الفرق بين الميكسشر والكومباوند. كلمه ميكسشر يعني تو اور مور ماتيريال، وهنا برضو تو اور مور ماتيريال. امال ايه الفرق؟ كلمه ميكسشر يعني المواد اللي بحطها نوت كومباين كيميكال، مش بتتفاعل كيميائيا. زي حطيت زلط على رمل ما تفاعلوش مع بعض، ما تغيروش. امال الكومباوند؟ هقول له كومباين كيميكال، اتفاعلوا مع بعض وتغيروا. زي الورقه اللي حطيتها عند النار عمل التفاعل مع النار. يبقى الميكسر تو اور مور ماتيريال نوت كومباين كيميكال، حطيت قلم احمر على قلم ازرق هم ما تفاعلوش. امال الكومباوند؟ زي ورقه وحرقناها على النار اتفاعلت مع النار وتغيرت، اتحولت لقش. يبقى تو اور مور ماتيريال كومباين كيميكال. طيب الميكسر ممكن يبقى اتنين سوليد مع بعض زي الساند والروك، او سولت مع ووتر، سوليد مع ليكويد، او الهواء ده جاز مع جاز.
طيب في بقى ميكسشر ينفع اشوفه بعيني زي النتس، او ما اقدرش اشوفه زي يبقى الميكسشر ايزي كان بي سين ايزلي، وفي حاجات هارد تو سي انا مش قادر اشوف الاكسجين من الكربون دايوكسيد. ايه صفات الميكسشر؟ هقول له الميكسشر دونت كومباين كيميكال، ما تفعلوش مع بعض. ايه تاني؟ كيب بروبرتس، بيحافظ على صفاته. إيه اقدر اعمل له سيباريت، افصله، ولو لقينا سيباريت كل الامتحانات جايه فيها كلمه سيباريت. بفصل ازاي؟ يا اما فلتريشن يا اما ايفابوريشن. لو لقينا سيباريت فلتريشن ايفابوريشن، لقينا ساند فلتريشن، لقينا سولت او ووتر ايف، سولت او شوجر ايفابوريشن، شوجر او سولت ايفابوريشن، والساند فلتريشن. طيب بنقول لك لما نيجي نخلط حاجه الماس نوت تشينج، اي حاجه اخلطها على بعض الماس ما يتغيرش، ما عدا حاجات هاخدها دلوقتي كيميكال زي مين مع مين. لو حطينا الفينيجر على الباكنج صودا ده كيميكال يطلع بابلز فقاقيع، ولو حطينا الايودين على الستارش يعمل لي لون بلو، والتغيير ده كيميكال عشان اتغير خالص. الماس ما بيتغيرش برضو لكن البروبرتس بتتغير، يبقى ده كيميكال تشينج. مين كيميكال تشينج؟ باكنج صودا على فينيجر وكمان ايودين على نحفظ بس الكيميكال تشينج اللي عندنا زي البيرنينج، ما دام كلمه كيميكال يعني اتغير خالص عمل لي اش. والبيكنج بريد، ميكنج بريد لما اعمل عيش، هل العيش زي الفلاور والووتر زي الدي والميه؟ لا، يبقى كيميكال تشينج. يبقى بيرنينج بريد كل ده كيميكال. راستنج، الحاجه لما تصدي، الحاجه لما تصدي بتصدي ازاي؟ اقول له ميتال مع اكسجين مع ووتر، ميتال مع اكسجين مع ووتر يديني راستنج. كلمة chemical change يعني a change in matter with a change in structure، لكن ال physical a change in matter without a change in structure. ال physical reversible، reversible يعني ينفع يرجع تاني. طب مطلوب مني احفظ لما الحاجة تصدي اتفاعل مين مع مين؟ iron مع oxygen مع water، اسمها iron oxide، لونه reddish color، الحاجة المصدية لونها احمر. طب لما الحاجة تتحرق يتفاعل مين مع مين؟ كربون مع أكسجين مع هيدروجين ويعمل لي أش. أش يعني رماد. يبقى الحاجة لما تتحرق أكسجين هيدروجين كربون. طب والحاجة لما تصدي أيرون أكسجين ووتر. طب لما نحط الفينيجر على البيكنج صودا برضو ده كيميكال، والدايجستشن كيميكال. يبقى احنا كده خدنا كام حاجة كيميكال؟ بيرنينج، راستنج، فينيجر على الصوديوم بيكرب الصوديوم بيكنج صودا، وكمان الدايجست. بيقول لي ان الميه نسبتها 70%. طب الميه بتاعتنا ما ينفعش نشربها من الاوشن من المحيط عشان فيها ووتر وسولت ومينرال وجاز وليفنج اورجانيزم ونون ليفنج ثينج، عشان كده لازم نعمل الميه عمليه اسمها ديسالينيشن. كلمه ديسالينيشن يعني ريموفنج سولت، ريموفنج سولت desalination، removing salt desalination. ازاي ننظف الميه؟ قال لك بنعمل اول خطوه فلتريشن. لما اعمل فلتريشن مين يعدي من الفلتر؟ يعدي الووتر والسولت والمينرال هيعدوا. طب بعد كده اعمل عمليه اسمها ايفابوريشن، اسخن الميه يروح الووتر فيبور يتبخر ويتبقى المينرال المعادن. يتبقى المينرال، المينرال اجمعها تحت كده، المينرال تنزل جوه واجمع الووتر. طيب في مشكله من الديسالينيشن، هقول لك عمليه الديسالينيشن محتاجه انرجي، محتاجه طاقه واكسبنسيف غاليه، محتاجه مني مجهود اكسبنسيف غاليه وبتعمل ضرر في البيئه. هو الملح الزياده لما ينزل في المحيط مش في كائنات بحريه يحصل لها ممكن تموت من الملح الزياده؟ انا صفيت الميه النظيفه والملح الزياده نزلته في الاوشن، يبقى الاوشن بقى عنده ملح زياده هارم مارين اورجانيزم. يبقى عمليه الديسالينيشن لازم فلتريشن وايفابوريشن، اجمع الميه النظيفه والملح ينزل تاني الاوشن. كده نبقى خلصنا.